الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإذا عزمت فتوكل على الله. صدق الله العظيم. فعلا شعبي العزيز، قد عزمنا وعزمنا جميعا، ككل مرة في التاريخ قررنا أن نعزم، عزمنا وقررنا أن نسير بمسيرة سلمية خضراء مدعمين بحقوقنا، محاطين بأشقائنا ورفاقنا، معتمدين قبل كل شيء على إرادتنا وإيماننا، وما كدنا نعلن نبأ المسيرة شعبي العزيز، حتى وجدنا فيك من الاستجابة ومن الطاعة ومن التسابق إلى الخير ما أنت مجبول عليه من تلك الخصال الحميدة الشريفة التي جعلت منك وستبقى تجعل منك تعطي دروسا وتلقن دروسا منصبا في كتب التاريخ وسجلاتها كمثل يحتذى وكشعب يمكن أن يتخذ مثالا أمثل. شعبي العزيز، كما قلت إن عملية المسيرة كانت لنا بمثابة كنز ومنجم كبير استخرجنا منه دروسا وعبرة، دروسا أولا بالنسبة إلينا وعبرا بالنسبة للآخرين. أولا شعبي العزيز، تيقنت الآن وآمنت الآن أن المغرب وشؤون المغرب ومستقبل المغرب في أيد أمينة، في أيد طافحة بيمن الله، مليئة بالوطنية، متشبتة بعلمها، لاصقة بأرضها وتربتها. دروسا بالنسبة للبذل والعطاء، فها أنت شعبي العزيز أظهرت مرة أخرى أنك تبذل وتعطي. وماذا تعطي وتبذل؟ تبذل وتعطي أغلى ما عندك، ألا وهو روحك، حياتك، حياتك في البيت، وجودك مع أهلك، حياتك العادية، وهذا كله أعطيته لبلدك بكيفية تلقائية، بكيفية تجعل كل أحد جعله الله سبحانه وتعالى على رأسك يحمده ليل نهار أن أعطاه شعبا مثلك، ويسأل الله ليل نهار أن يزيده من فضله ويحيطه بتوفيقه حتى يتمكن من القيام بواجبه نحو شعب كالشعب المغربي. أما العبر الأخرى بالنسبة للآخرين، أولا تمكننا من معرفة دقيقة بمن هم أصدقاؤنا وأشقاؤنا، وبين من هم أرادوا أن يروا لهذا المشكل كما يرى له أي أجنبي عنا. بالنسبة لما كتب ولما قرئ، لم يثق منا كثير من الناس في الأول، وظنوا أنها مغامرة، وظنوا أنها عملية سياسية،
تمكننا من تغطية عيوبنا ومشاكلنا. والحالة هذه أن الذين قالوا هذا الكلام أو كتبوه ينقسمون إلى قسمين، فمنهم من يجهل المغرب ولا حرج عليه، ومنهم من يعرف المغرب ومع ذلك كتب عليه ما كتب أو قال فيه ما قال، وما ذلك إلا لغيظ في نفوس الذين كفروا، وما ذلك إلا لحسد وحقد ضد هذا البلد الذي ولله الحمد أعطى ويبقى يعطي الأمثلة والدروس لغيره. شعبي العزيز، إنني أتتبع سيرتك منذ أن أعلنت المسيرة، أتتبع سيرتك في المدن في القرى، أتتبع سيرتك في المخيمات على تخوم الصحراء، فما أرى إلا الوجوه الناعمة والأنظار الراضية، ولا أسمع إلا الزغاريد والحمد والشكر وأنواع الفرح المتعددة الأصناف والأطراف. شعبي العزيز، إنك بسيرتك نحو مسيرتك ربما تمكنت أنت الشعب المغربي من تجسيم وتجسيد ما نسيه العالم من مصالح سبل الصلح والتصالح بالنسبة للسبل الأخرى. فالمسيرة المغربية أصبحت عجوبة الزمان، والحالة هذه أن الناس نسوا أن في مسيرة السلم يمكن أن يجدوا أكثر مما يمكنهم أن يجدوا في مسيرة الحرب. نسوا الدروس وأنت لم تنساها شعبي العزيز، نسوا التاريخ وأنت لم تنساه شعبي العزيز، بل تحليت باختيارك المسيرة، تحليت بتلك الأخلاق التي جعلت من كبار المفكرين وكبار الفلاسفة والزعماء للطبقات العاملة والسياسية في أوائل القرن هذا تلك الوسائل التي مكنتهم من الضغط على ما كانوا فيه من ضيق، مكنتهم من التغلب على القهر والغلبة التي كانوا يعيشون فيها، حتى أمكن لقرننا هذا أن يعيش في ظل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. فمن عجب الأشياء أن الناس نسوا وأنت لم تنسى، ومن عجب الأمور أن الشعوب نست وأنت لم تنسى. وهذا ما يزيدني فخرا على فخر في كوني أراد الله لي سبحانه وتعالى أن أكون خادمك، لأسير بك وتسير بي نحو الآفاق التي نرضاها لأبنائنا ولأسرتنا الكبيرة، الأسرة العالمية كلها. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. وكأب مرشد لك وكأمير للمؤمنين وقائد لسياستك سأزودك شعبي العزيز بعض النصائح. أولا شعبي العزيز، بمجرد ما تخترق الحدود عليك أن تتيمم من الصعيد الطاهر تلك الرمال ثم تستقبل القبلة
فتصلي بأحذيتك لأنك مجاهد، فتصلي بأحذيتك ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى. وكما قال الفقهاء: فإذا الحسن بدا تسجد له فسجود الشكر فرض يا أخي. ثانيا شعبي العزيز، عليك أن تعلم أن هذه المرحلة من المسيرة ليست كسابقتها، هذه المرحلة تستلزم منك ضبطا أكبر ونظاما أكثر، فعليك أن تكون مطيعا سامعا للذين هم يؤطرونك حتى يمكننا أن نسير بمسيرتنا إلى الهدف المطلوب. ثالثا شعبي العزيز، كما قلت لك في خطابي الأول، إذا ما لاقيت إسبانيا، كيفما كان ذلك الإسباني عسكريا أم مدنيا، فصافحه وعانقه واقتسم معه مأكلك ومشربك وأدخله مخيمك، فليس بيننا وبين الإسبان غل ولا حقد، فلو أردنا أن نحارب الإسبان لما أرسلنا الناس عزال، بل لأرسلنا جيشا باسلا، ولكننا لا نريد أبدا أن نطغى ولا أن نقتل ولا أن نسفك الدماء، بل نريد أن نسير على هدى وبركة من الله في مسيرة سلمية. فعانق إخوانك وأصدقائك الإسبانيين عسكريين كانوا أم مدنيين، وإن أطلقوا عليك نارا فتسلح بإيمانك وتسلح بقوتك وزد في مسيرتك، فلن ترى في آخرها إلا ما يرضيك ويرضي راحتك وراحة ضميرك. وفيما إذا تعدى عليك المعتدون من غير الإسبان شعبي العزيز في مسيرتك، فاعلم أن جيشك الباسل هو موجود مستعد لحمايتك ووقايتك ضد كل من أراد بك السوء. شعبي العزيز، هذه بعض الكلمات التي أردت أن أوجهها إليك قبل أن تشرع في المسيرة. كان بودي شعبي العزيز أن أكون في الطلع، ولكن يقال بأن واجب القائد هو أن يبقى في مركز قيادته ليسهر على أوامره وتنفيذها، وليتمكن من أن يبقى بالاتصال مع جميع أطراف المملكة وجميع أفراد الأسرة. فاعلم شعبي العزيز أن قلبي كله معك، وأن جوارحي هي جوارحك، وأنك حينما ستنظر إلى الآفاق الجديدة التي فتحها الله أمامك، وحينما ستطأ تلك الأرض الطيبة، فإن جوارحي وحواسي كلها سوف تكون هي حواسك كما كانت دائما، وهي جوارحك كما ستبقى دائما. شعبي العزيز، مما يثلج الصدر ومما يدخل الفرح أنك غدا حينما ستسير سوف لا ترى فقط العلم المغربي، بل سيكون علمنا المغربي والأحمر دون النجمة الخضراء في مسيرتنا الخضراء، محفوفا أولا بعناية الله وألطافه، وثانيا بأعلام أخرى من أشقائه دول العرب ودول إفريقيا، أعلام لها تاريخها كذلك، ولها كذلك مجدها، ولها صولتها وجولتها، ولها ماضيها، ولها حاضرها، ولها مستقبلها. فسير شعبي العزيز على بركة الله، تكلأك عنايته وتحف بك رعايته، وسدد الله أقدامك وخطاك، وجعل هذه المسيرة مسيرة فتح مبين على الشعب المغربي وعلى إخواني الصحراويين الذين نحن في أحر من الجمر
عن لقاء بهم ولعناقهم والتعرف عليهم. وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى صراطه المستقيم، وجعلنا ننهج نهجه القويم، راجين منه سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الشكر، نعمة الحمد والشكر، حتى نحمده كثيرا ونشكره كثيرا فيعطينا كثيرا ويلبي دعواتنا كثيرا. إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.